انا عجبني كابتن حسام بدري في حاجه، ان هو كان في حاجه غلطه وعملها، هو كان قافل على عبد الله جمعه بتريزيجيه، فراح مدخله لو تشوف في الشوط الثاني دخله شويه عشان ضعف يفتح المساحه شويه لعبد الله جمعه. صحيح. ما انا بقول هو عبد الله وعبد الله وفتحي ما كانش بيلاقي الحلول في يعني في الباص الاخير. ليه؟ لان الكثافه جوه ال 18 كانت قليله، والكثافه هتحصل زي ما انت قلت لما تريزيجيه وحسين الشحات يتحرروا ويعرفوا ياخدوا ادوار جوه ال 18 عشان على يعملوا. سيره بقى حسين الشحات، انت ايه رايك فيه؟ حسين الشحات بيتصاعد بشكل رائع جدا، ومتاكد وعلى يقين ان هو رايح لمنطقه كويسه جدا، لان فايلر فارق معاه قوي في الاهلي وفارق مع كل لعيبه الاهلي، انه بيركز، راجل بيركز في التفاصيل وبيطور القرارات الفرديه للاعب. يعني انت هتعمل ايه لما تكون في المكان ده، بيشتغل عليها بشكل قوي جدا. فحسين بيعلى قوي، وكمان حسين يعني مش هيبقى عليه مسؤوليه وعبء كبير في المنتخب، بمعنى ان هو بيلعب في مركز صلاح، فصلاح هو اللي هيلعب بشكل دايم. شوف انت ما قلتش حاجه، بس انا شميت امبارح ان لو حسين الشحات وتريزيجيه قدامه مصطفى محمد او عمر السعيد او اي حد، انت في بديل محمد صلاح دلوقتي. برافو عليك. وكمان هو هيبقى بديل قوي، هو هيبقى اهم بديل، يعني انا بشوف ان هو هيبقى جده المرحله اللي جايه، اللي هو اللاعب. وبصراحه هو لازم يكون في بديل، لان برضو حته ان انت طول الوقت يعني ساند على بطل واحد، ما دي برضو صعبه. صحيح. انت اي كده بتخاطر بالفريق، انت يعني محتاج دكه بدلاء قويه طبعا، عشان طب المنتخبات بالتحديد يعني طب انت محتاج دكه بدلاء قويه عشان تقدر تصنع فارق. في حسين هيبقى اضافه قويه جدا، وكمان حسين بيقدر يلعب في الناحيه الثانيه، يعني هو عنده من المرونه اللي بتخليه تلعب يمين او شمال او في قلب الملعب حتى، فدي تعطي الاضافه الكبيره جدا للمنتخب الفتره الجايه. وكمان رمضان صبحي هيقدم، يعني احنا افتقدنا، خسرنا رمضان، احنا للاسف رمضان خسر نفسه، واحنا خسرناه سنتين كاملين بسبب التجربه الاحترافيه اللي ما كانش وقتها، وبسبب نفسه خلي بالك. يعني مش بس الاختيارات، يعني وبسبب بعض نقول ايه، عدم الوعي او النضج اللي في مرحله معينه لرمضان صبحي، اعتقد هو وصل لها خلاص دلوقتي. هو اكتسب، يعني هو ما وصلش لمرحله النضج الكامله، لكن هو اكتسب، اتعلم من اخطائه، وادرك كويس جدا ان انت في مرحله عمريه اللعب فيها اهم من الاسم، بمعنى ان انت العب في اي نادي عشان تكتسب خبرات المواقف اللي هتتعرض ليها، عشان تقدر تخلق حلول جديده وتعرف تتصرف بشكل افضل فتتطور وتعلى. لكن تروح نادي كبير تقعد دكه، فانت ما تتعرضش للمواقف، فما تعرفش هتتصرف ازاي، فتقف في نفس المنطقه اللي انت وقفت فيها عند موهبتك اللي هي مهما كانت كبيره مش هتساعدك في النادي. قال حسين الشحات بديل لمحمد صلاح، انا ما قلتش حاجه، تصريح على لساني. طيب مين من المنتخب الاولمبي اللي ممكن يستعين بيه كابتن حسام بدري؟ مصطفى محمد اول واحد، وكان ظهر في المؤتمر قوي، لان عندنا ازمه في مركز راس الحربه. وفي الحقيقه احنا 10 سنين اللي جايه راس الحرب، عندك كوكا في راس الحرب. لا، كوكا مش الخيار المناسب، واتمنى برضو ان هو ما يكونش من الناس المفروضه على كابتن حسام، من نفسه يعني، ما فرضش على نفسه يعني. مش عشان هو محترف، لكن كوكا اضعف من كل الاختيارات اللي هي هتكون الفتره الجايه ان شاء الله بالنسبه للمنتخب. احنا عندنا ثلاثه مهاجمين هم اللي هيمثلوا مصر ان شاء الله في ال10 سنين اللي جايه. مين ثلاث مهاجمين بتوع مصر؟ صلاح محسن ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر. وده النموذج النموذج اللي يتماشى مع الكره العصريه والحداثه اللي بتحصل. عمر السعيد هيبقى بعيد شويه؟ لا، عمر السعيد، مروان، خلاص هي مرحله وعدت من الكره المصريه.